ولاية الله في أرضه وحجته على عباده، المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا أيها الإخوة والأخوات في سورة يونس إلى الآية رقم 18 19 20. افتحوا رجاء من كانت عنده نسخة من القرآن، افتحوا سورة يونس الآية رقم 18 19 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وصلوا على محمد وآل محمد. في الحقيقة الظاهر من سياق الآية، لأن سورة يونس سورة مكية، السور المكية تركز على مسألة التوحيد، توحيد الله والهجوم الشديد على المشركين عبدة الأصنام. فظاهر سياق الآية يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، يعني هي الأصنام. الأصنام لا تنفع ولا تضر. العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان يقول محتمل أن هذه الآية لا تخص عبدة الأصنام، حتى اليهود والنصارى، فالنصارى مثلا يعبدون المسيح، ولكن كلمة ما عادة ما موضوعة لغير العقلاء، المسيح والملائكة عادة يعبر عنهم بمن مو ما، فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم. الظاهر أن ما ليس المراد به الأشخاص ولا الملائكة، وإنما الأصنام. فالأصنام لا تنفع ولا تضر، يعني شنو؟ يقول صاحب مجمع البيان في تفسير هالكلمة، يقول لا تنفع من يعبدها ولا تضر من يخسرها، مثلا من يدمرها، من يكفر بها، بدليل أن إبراهيم الخليل كسر الأصنام، كثير من المؤمنين الموحدين، رسول الله كسر الأصنام، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سعد على كتف رسول الله ضرب الأصنام ودمرها وبيده المخصرة، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكان الصنم الموجود على سطح الكعبة يسقط على رأسه ويتهشم مثل الزجاج. عادة يعني إذا مصنوع من المعدن من النحاس ما يتكسر، مثل يتفطر مثلا يصير نصين، ولكن الروايات التي تقول في تكسير أصنام فوق الكعبة أنها كانت تتحطم مثل الزجاج، تتحول إلى قطع صغار. زين، هل سببت ضررا لمن كسرها؟ لا، لا تضر ولا تنفع. خلينا هذه المسألة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا،
زين هذا اللي يتكلم هذا الكلام عنده عقل أو لا؟ لو عندهم عقل ما يقولون هذا الكلام. شفعاؤنا آخر حجر اللي لا يفهم لا يعقل لا يسمع لا يتحرك لا عنده نفس، قطعة جماد، لا هو من النباتات لا هو من الحيوانات لا من الملائكة لا من الإنس. النباتات لها قسط من الحياة لأنها تنمو وتكبر وتثمر تعطي ثمر. الحيوانات عندها إحساس، الحيوانات تشاركنا تشارك الإنسان في الحواس الخمسة، عندها بصر تشوف تسمع تلمس تأكل وتشرب. ولكن الحجر حجر، شو الشفعاء؟ زين، إنما الكلام من هم الذين لهم حق الشفاعة ومن ليس له حق الشفاعة؟ عبدة الأصنام يدعون بلا دليل، دليل ما عندهم، لا دليل من العقل ولا دليل من النقل، لا دليل من رواياتهم ولا من عقولهم أن هذه الأصنام تشفع. الأصنام شلون تشفع؟ الصنم هو شنو يفهم؟ أولا العبادة، وعلى شنو يعبدون؟ العبادة دائما يجب أن تكون مختصة بمن هو مصدر كل قوة وكل خير. احنا في سورة الحمد شنو نقول؟ نقول إياك نعبد ليش؟ وإياك نستعين، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ما دام أن الله هو مصدر القوة، هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المحيي، هو لذلك هو فقط يستحق العبادة. الأصنام اللي تعبدوهم على شنو تعبدوهم؟ هم أهل الأصنام، عبدة الأصنام، يدرون هاي أصنامهم لا تتكلم. يوم اللي إبراهيم الخليل كسر الأصنام وخلى الصنم الكبير، قالوا له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بعدين وراها قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. زين إذا ما هؤلاء ينطقون، إذا ما ينطق لا يأكل، قال هل تأكلون أو تشربون؟ الآية الكريمة أنا هم شوية ذاكرتي ضعيفة. لا، الصنم لا يأكل لا يشرب لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يفهم، على شنو إذن عبادته؟ ولكن الذين يتهموننا نحن الشيعة ونحن السنة الذين أهل السنة الذين يزورون مقامات أوليائهم، كمن يزور عبد القادر الجيلاني، كمن يزور أبو حنيفة، كمن يزور مقامات أولياء السنة أو الشيعة. أولا زيارتنا لهؤلاء المقامات هل هي عبادة لهم؟ إحنا نعبد الحسين؟ قطعا لا. الصلاة اللي نصليها بعد الزيارة، ركعتين صلاة بعد الزيارة وراها دعاء قصير، دائما أحب أركز على هذا الدعاء لأن محل شاهدي. لما تصلي ركعتين صلوا على محمد وآل محمد، تقول اللهم إني صليت وركعت وسجدت بعد شنو؟ لك. زين وحدك، يعني الحسين مو شريك وياك، لا شريك لك. بعدين يبين يوضح لأنه لا تصح الصلاة، لا تكون الصلاة والركوع والسجود إلا لك. ليش؟ لأنك أنت الله. الحسين